جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. 21 آذار 2012. أنت تعرضتي للاغتصاب. يلي عمل الجريمة موجود بالقاعة؟ موجود. منيح. ممكن تورجي القاضي مين هو الشخص يا ترى؟ كثير منيح. سيدي، الأوراق والصور المأخوذة من قبل الشرطة بموقع الجريمة، والدليل رح يخلي كل شيء واضح ويثبت اغتصاب مانديرا شارما. هاي الدليل والصور. بعد الدليل وشهادة موكلتي مانديرا، القضية صارت واضحة كثير قدام عدالتكم سيدي القاضي. المجرم سمير ديوان هاد اغتصب موكلتي مانديرا شارما من دون رحمة. أنا بطلب من عدالة المحكمة إن تعاقب سمير ديوان على جريمته الشنيعة. هذا كل شيء سيدي القاضي. والحكم لكم. مو هيك بدك؟ دورك. شكرا كثير لك. ايه مانديرا شارما، انت قلتي انه ب 21 اذار في شخص اغتصبك، وانه يلي واقف هنيك موكلي سمير ديوان هو الجاني، ايه ولا لا؟ ايه. اه شو قوليها بصوت عالي اكثر، حضره القاضي لازم يسمعك منيح، والعالم القاعده كمان بدها تسمع. أنا سألتك سؤال بسيط كتير، هل موكل السيد سمير ديوان اعتدى عليك واغتصبك ب 21 آذار؟ أنسي مانديرا شارما، شو عم تسمعي؟ برجع بسألك، سمير ديوان اغتصبك شي ب 21 آذار؟ مانديرا، تعرفي شو يعني اغتصاب؟ أنا سألتك إذا كان موكل السيد سمير ديوان اغتصبك بتاريخ 21 آذار، إيه ولا لا؟ قولي، هو اغتصبك؟ إيه، سمير ديوان هو اللي اعتدى علي واغتصبني. مدام تم اغتصابك ليش عم بتقوليها بصوت عالي؟ بالعادة البنات اللي تم اغتصابهم ما بيعلوا صوتهم وبيحكوا بهاي الطريقة وبيفضحوا الدنيا مثلك انت.